يا الله. اصدقائي زي ما انتم شايفين كده احنا موجودين في عرفات والجو قلب فجأة، مطر شديد ورياح شديدة جدا، الواحد مش قادر يتكلم. لكن خلينا نحكي ايه هي عرفات. عرفات هو المكان اللي يقال ان سيدنا ادم وسيدة حواء لما نزلوا من الجنة تعرفوا على بعض في المنطقة دي. كمان بيقال ان سيدنا جبريل لما نزل يعرف سيدنا ابراهيم المناسك، فكان بيقول له بعد كل منسك يعني يقول له عرفت، فسيدنا ابراهيم يرد عليه ويقول له عرفت، فلذلك سميت عرفات. لكن عرفات ليها موضع مهم جدا في الحج، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. يعني ايه؟ يعني لو اي شخص جه ادى جميع مناسك الحج لكن لم ياتي الى عرفات فما تعتبرش حج اطلاقا، لان اهم منسك من مناسك الحج هي الوقوف على عرفات. والنبي صلى الله عليه وسلم القى هنا في مسجد نمرة خطبة الوداع، واللي قال فيها مجموعة من الوصايا للأمة زي الحفاظ على الصلاة والاستوصاء بالنساء خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، وقال ألا قد بلغت اللهم فاشهد. والآية الكريمة التي نزلت في حق خطبة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.